أهلا بكم في برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة رافدين إن كان عبر الهاتف أو من خلال تفاعلكم على منصات التواصل الاجتماعي حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية. يمكنكم المشاركة معنا عبر الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة أو من خلال رسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب. إحدى كاميرات المراقبة، دعونا نبدأ بهذا الملف، حيث رصدت إحدى كاميرات المراقبة لحظة الاعتداء على العقيد عادل عبد اللطيف آمر فوج طوارئ الأنبار من قبل حماية شقيق رئيس مجلس النواب الحالي محمد الحلبوسي بعد منعهم من مخالفة السير، مما أدى إلى الاعتداء عليه من قبل أفراد الحماية. دعونا نتابع ما رصدته كاميرا المراقبة. طبعا هذا الأمر دفع العقيد عادل عبد اللطيف إلى تقديم استقالته بعد الاعتداء عليه أثناء تطبيقه الواجب، وبهذه العبارة قدم العقيد استقالته: القانون أصبح يطبق فقط على الفقير. هذه الاستقالة جاءت فيها بسم الله الرحمن الرحيم السيد قائد شرطة محافظة الأنبار والمنشآت المحترمة بواسطة سلسلة المراجع المحترمين المعروض لسيادتكم، أنا العقيد عادل عبد اللطيف حمد المنسوب إلى مديرية شؤون أفواج طوارئ الأنبار آمر فوج طوارئ الأنبار السادس، جئتكم بطلب هذا راجيا فيه التفضل بالموافقة على قبول استقالتي من سلك الشرطة، كوني لا أستطيع الاستمرار بمهام عملي، ولكون القانون أصبح يطبق على المواطن الضعيف، وأنا لا أستطيع أن أكون ظالما أو منافقا، لذلك أرجو من سيادتكم قبول استقالتي كوني لا أرغب العمل في سلك وزارة الداخلية. هذا ولكم الأمر بما تنسبوه سيدي. العقيد عادل عبد اللطيف تبان آمر فوج طوارئ الأنبار السادس بتاريخ يوم أمس 23 من حزيران 2022. هنا الرد جاء بنفس اليوم مباشرة، وهو إلى مديرية شؤون أفواج طوارئ، ها بحسب طبعا ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي في العراق. نرفق طيا عن طلب المقدم من قبل كذا الرقم العقيد عادل عبد اللطيف تبان آمر فوج طوارئ الأنبار السادس، والذي يرون فيه الموافقة على قبول استقالته من سلك الشرطة في وزارة الداخلية. طبعا لم يتسنى لغاية الآن التأكد من هذه الكتب الرسمية، أقصد هذا الكتاب الأخير الذي جاء بالرد بقبول استقالة العقيد عادل عبد اللطيف. هذا ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي في العراق، ونحن ننقل هنا ما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي وأراء الجمهور العراقي حول هذه الأحداث. دعونا نذهب إلى تفاعل الجمهور العراقي مع هذه الصور والمقاطع الفيديوية. صلاح الجبوري علق وقال: وين وزير الداخلية؟ هذا أحد ضباطه وتعرض للإهانة، يقول سكوته معناه راضي عن التصرف، مع الأسف هذا البلد وين رايح. أما عمر فخري فقال: هاي حقيقة الدولة والقانون بس على المواطن الفقير. أبو زيد الزيدي قال: هذا عقيد، يعني رتبة ما القائد وهيش سوى بي، لعد المواطن العادي شي يسوون بي. محمد الشمري قال: وشهد شاهد من أهلها،
بأن جميع القوانين في العراق تطبق على المواطن الضعيف، حتى غرامات المرور فقط على الضعيف، نبقى نقول الضعيف ويا الله حسبي الله ونعم الوكيل. طبعا أعزائي المشاهدين، نستقبل آرائكم واتصالاتكم حول هذا الملف الأول، ملف الاعتداء على العقيد عادل عبد اللطيف آمر فوج طوارئ الأنبار السادس من قبل حماية شقيق رئيس مجلس النواب الحالي محمد الحلبوسي بعد منعهم من مخالفة السير، كما تداول عراقيون على منصات التواصل الاجتماعي، وكما شاهدنا في المقطع الذي رصدته كاميرات المراقبة وتم نشره على منصات التواصل الاجتماعي في العراق، وقرأنا استقالة العقيد الذي قال بأن القانون أصبح يطبق على الضعيف على الفقير في العراق، وهذا واقع الحال مع الأسف في العراق اليوم، بأن القانون يطبق على المواطن البسيط، أما لا يستطيع مس من هم في الأحزاب أو في الكتل السياسية أو من له منصب في العراق. نعم، مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بهذه الحلقة ومع ملف آخر، نأخذ الملف آخر حيث انعقد مؤتمر في العاصمة بغداد من قبل ذوي وأصدقاء المغيب سجاد العراقي للمطالبة بالكشف عن مصيره. سجاد العراقي الذي كان ناشطا في ساحة الحبوب بمحافظة ذي قار خلال ثورة تشرين، كما ألقت والدة المغيب سجاد العراقي كلمتها ضمن المؤتمر وطالبت بالكشف عن مصير سجاد وإنهاء التسويف الحكومي لهذا الملف. طلب المشاركون في المؤتمر بتسليط الضوء تجاه قضية المغيب سجاد العراقي وبقية المغيبين، وفي الختام طالبوا الأمم المتحدة والمفوضية العليا لشؤون أو لحقوق الإنسان والمنظمات المحلية والدولية وكل مواطن يستشعر بخطورة ملف التغييب أن يتفاعل مع قضية المغيب سجاد العراقي ويتابعها بشكل مستمر وجدي. دعونا نتابع جانبا من هذا البيان. الأمنية منها والإدارية، لكن لا تحصل على أي معلومة تدّع تمكنهم من معرفة مصير سجاد العراقي، وما هذه إلا جريمة أخرى تندرج ضمن سلسلة من الجرائم التي مورست تجاه عوائل المغيبين، بينما واجبها هو تحمل مسؤولية التصريح الرسمي بمصير أي مواطن مغيب وعدم تغييب أي معلومة عن ذويه. بناء على ما ذكر أعلاه فإننا نطالب أولا بيانا حكوميا رسميا يستند على تقارير واقعية من قبل الأجهزة الأمنية المعنية والمشتركة في القضية للكشف عن مصير سجاد العراقي وبقية المغيبين خلال مدة أقصاها 30 يوما. حركة سجاد المغامرات منذ بداية أكتوبر لسنة 2019، لكن قبل شهر اعتدى على بيتنا واحترقنا. لحد الآن أنا ما حكيت هاي اللعبة بسبب نشاط سجاد، بسبب نشر سجاد احترق بيتنا، وكان من الأصوات الباردة في السماء، تعرض للكثير من الضغوطات والتهديدات، لكن تحمل وأبى أن ينخفض صوته. كان يردد دائما هيهات من الذهن، والخائفون لا يصنعون الخطيئة. من تفاعل الجمهور العراقي مع هذا المؤتمر والبيان المطالب بالكشف عن مصير سجاد العراقي، المحامي سامي علم الخيكاني قال الحرية لأبطال تشرين، أما عباس صادف قال الله يكون بعون أم خطية. يقول عباس أحمد قال هذا حل البلد في ظل تسلط الميليشيات المجرمة التي تغتال وتخطف الناشطين الذين يطالبون بالإصلاح السياسي وتوفير الخدمات الأساسية. لطيف قال الحرية لسجاد العراقي، واثق لطيف. نعم، طبعا دعونا نذكر بموضوع الناشط سجاد العراقي. في سبتمبر من عام 2020 تم اختطاف سجاد على يد
الميليشيات من ساحة الحبوبة في الناصرية مركز محافظة ذيقار. وأكد في ذلك الوقت قائد شرطة المحافظة بأنه تم التعرف على الخاطفين والتوجه لإلقاء القبض عليهم وتحرير الناشط والكشف عن تكفل شيخ عشيرة المتهم بالخطف بسلامة الناشط سجاد العراقي. على إثر الحادث تم تشكيل فريق عمل سريع لتحرير الناشط المختطف بعد التعرف على هوية أحد الخاطفين. في وقتها أكد ضابط برتبة كبيرة لموقع الجزيرة نت بأن دافع الاختطاف هو بسبب نشاط سجاد العراقي في الاحتجاجات ومهاجمته الأحزاب وحرق مقراتها في الناصرية. ومن خلال تتبع سير وطريقة اختطافه يمكن معرفة بأن هناك أكثر من رسالة في الحادثة، وهو ترويع المحتجين من جهة وتأكيد بأن الجهات الخاطفة قادرة على فعل أي شيء. يضيف الضابط بأن اختطاف سجاد بشكل خاص هو لشهرته بساحة الحبوبة ولضرب المحتجين وإضعافهم من خلال استهداف رموزهم. في سبتمبر عام 2020 وجه رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي قيادة العمليات المشتركة بإرسال قوة عسكرية خاصة من جهاز مكافحة الإرهاب والتحرك نحو الناصرية لتحرير الناشط العراقي، لكن القوات لم تفلح في إيجاده ومضى على ذلك سنتين تقريبا دون نتائج تذكر، رغم توسيع الخطة في ذلك الوقت بالبحث في مناطق واسعة شرقي الناصرية. وإثر ذلك دخلت القوات الأمنية في مشادة مع إحدى العشائر لدى تفتيش منزل شيخ قبيلة معروف في إحدى المناطق لتشتعل أزمة أخرى أسهمت في تقليل فرص البحث عن سجاد العراقي المختطف ومحاولة حل أزمة كانت أن تحصل بين جهاز مكافحة الإرهاب وبين العشائر هناك. معنا الناشط من بغداد، نعم، أحد الناشطين من بغداد، محمد الياسري. أخي محمد أهلا وسهلا بك معنا في هذا البرنامج، أنت ناشط ومطلع على قضية سجاد العراقي وحضرت اليوم المؤتمر الذي طالب بالكشف عن سجاد العراقي، لو تضعنا بصورة المؤتمر. أهلا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. على البنادر وعلى كاتب القناة. حياك الله. طبعا أعتذر عن الضوضاء لأن في الشارع يعني نعم. اليوم نقل بعد انتهاء المؤتمر. نعم. بصراحة المؤتمر هو الآن كان يتناول عدة محاور أهمها هي الإشارة على أنه إحنا مستمرين بالمطالبة عن سجاد بالمطالبة بالكشف عن مصير سجاد العراق. نعم. والكشف عن مصير بقية المغيبين العراقيين. كذلك نعم. تناول بيان المؤتمر عدة مطالب منها مطالب يعني للجهة الحكومة التنفيذية ومطالب للبرلمان الجهة التنفيذية الجهة التشريعية وأخرى لمنظمات دولية ومحلية. نعم. من المطالب اللي طالبنا بها أن تكشف الحكومة التنفيذية بيان رسمي معلومات حقيقية تساعدنا بمعرفة مصير المغيبين ومصير سجاد العراقي. نعم. كثير أمور صارت في حادثة سجاد من ضمنها كانت الحكومة هي متسترة على المعلومات أو غيبت المعلومات بشكل مباشر مثل اللي صار مع لواء حازم في قائد شرطة الناصرية في وقت اختطاف سجاد عند قيامي بمفاوضة عشيرة الجهة الخاطف يعني وما طلع بنتائج ولا عنه النتائج ولا وإلى الآن لا نعرف ما هي نتائج هذه المفاوضات التي حصلت. الحكومة تتعمد تغييب المعلومات عن ذوي المغيبين. لماذا؟ حتى في إجرام كما ذكرنا في لماذا في لماذا تتعمد؟ لماذا تتعمد بعدم إعطاء معلومة عن سجاد العراقي؟ بصريح العبارة وبصريح العبارة. نعم. إنه ملف التغييب هو ملف سياسي بحت. صراعات سياسية بين قوى سياسية متنفذة. تمتلك وسائل داخل الدولة النظامية وتمتلك وسائل خارج الدولة تتمثل بقوى لا دولة وسلاح منفلت ولا آخري. نعم. زين محمد، يعني أنت كمواطن عراقي كناشط
هل يعقل بأنه بعد مضي سنتين على اختطاف سجاد العراقي وصل جهاز مكافحة الإرهاب إلى تلك المنطقة ولم يستطع تحرير سجاد العراقي؟ حكومة ودولة بأجهزتها الأمنية لا تستطيع حتى التصريح بمصير سجاد العراقي. أنت أشرت بأن الملف ملف هو سياسي، لماذا سجاد؟ لماذا سجاد العراقي وبعض الأسماء؟ نعم. بصراحة يعني سجاد العراقي مثل ما تفضلت جنابك وعرفته هو ناشط مدني وفاعل سياسي في محافظة الديكار وبقية المحافظات كذلك. يمتلك خلية كبيرة جدا من العلاقات والتواصل المجتمعي بين الناشطين. كان له تأثير مباشر على القوى السياسية في محافظة الديكار وبقية المحافظات من خلال تحصين المواطن، من خلال كشف الفساد المالي والإداري في العديد من دوائر المحافظة والوزارات. لذلك استهدفت يعني مختلف القوى السياسية كانت تستهدف سجاد من خلال التهديد والوعيد. كان سجاد بالعادة يعني يتصدى لهذا التهديد ويجابه بشكل علني وقوي. لذلك اختطاف سجاد كان له تأثير سياسي ترك طابع حقيقة على كثير من الناشطين، ربما يكون طابع التردد والخوف، وربما كان طابع دفاع عند الآخرين أو صمود وإكمال طريق سجاد. بالنتيجة هو ترك أثر، والقوة السياسية الآن تهدف لترك أثر في كل خطوة تخطيها باتجاه الدفاع عن مقاعدهم السياسية ومناصبهم السياسية. شكرا لك أخي محمد الياسري، كان معنا من العاصمة بغداد. نذهب إلى ملف آخر وهو الواقع الصحي في العراق، ونتجه إلى محافظة البصرة، حيث أظهر مقطع متداول أظهر طريقة نقل المرضى من صالات العمليات إلى الردهات في مستشفى البصرة العام الجمهوري لمسافة تتراوح بين 200 إلى 300 متر في مشهد يعكس مدى تدهور القطاع الصحي في محافظة البصرة. فلنتابع هذه الصور. نبقى مع الملف الصحي ونبقى في محافظة البصرة، حيث تحدث ناشط بصري عن التدهور الصحي وسوء إدارة مستشفى الأورام السرطانية في البصرة. يشكو المرضى هناك من قلة عدد الأسرة، مما يجبرهم على الانتظار لحين وصول دورهم دون إيجاد حلول لهم من قبل الجهات المعنية بالبصرة، الأمر الذي فاقم من معاناتهم. دعونا نتابع هذا المقطع وما قاله الناشط البصري. قبل قليل كنا بزيارة إلى قسم الأورام اللي مقابل مستشفى الصدر التعليمي، والله يكفيكم الشر، هذا القسم مختص بالأمراض السرطانية. خلونا نتحدث إيش قد أساعة الأسرة مات، مثل ما عرفنا واستفسرنا وحتى نكون منصفين، أساعة الأسرة 60 سرير، 30 نساء و30 رجال. بالتالي شفنا الناس تنتظر أقل شيء 10 مراجعين يردونهم سرير ينامون عليه، ماكو، منهم من البصرة ومنهم من العمارة والناصرية، واخذت بعض المشاهد للناس وهي جاي تنتظر. هذا جانب. الجانب الآخر بالنسبة للعلاج، العلاج بس هذا الشهر متوفر بنسبة 90%، فبقية الأشهر السابقة 70% 75% بالزايد متوفر. احنا ما نجي ونصرح حتى نكون منصفين، استفسرنا من بعض الأخوة في داخل هذا القسم بدون ذكر اسماء حفاظ عنهم. بالتالي قسم الأورام جاي يعمل بالطريقة اللي يقدر عليها مع المراجعين، هذه إمكانيته محدودة. يا مدير عام صحة البصرة، يا وزارة الصحة، استعجلونا في فتح مستشفى التركي. أساس المشكلة في هذا القسم ما جاي يستوعب عدد ونقص بالعلاج، والناس لا حول ولا قوة، جاي يكتبون والله كريم. أما بلا تفاعل الجمهور العراقي حول الواقع الصحي وبالأخص الواقع الصحي في محافظة
البصرة. نقرأ بعض التعليقات على منصة فيسبوك. أنور السلامي قال: ما شاء الله، وين وزير الصحة؟ من يطلع يحشي يسوي المستشفيات أرقى من باقي الدول. خالد الحمداني يقول: يمنى هم نفس الشيء، كان تقريبا 150 متر من المستشفى لحد صالة العملية، نفس هيج تمشي بالشارع. إكرام قال: تعمد واضح بإهمال الواقع الصحي الحكومي حتى يكون الأهلي هو سيد الساحة. كرار كريم قال: المستشفيات في البصرة كارثة، يجب أن يحاسب المحافظ ومدير الصحة عن الواقع المزري لأغلب مرافق الصحة. معنا اتصال أبو حسن من ديالة، تفضل أبو حسن. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. يا هلا بك، حياك الله، أهلا وسهلا. هاي الأستاذ، إحنا مستجالك. نعم. شو مالي أخذها من تاني مكسرة؟ طيطارات أكو، طيطارات تاتين شوارة مكسرة. المالك يفتح على نفسه، سلم ثلاث محافظات يبعان واحد. ومضحك الذاكرة ويقدم نفسه يرجع رئيس وزراء، ايش خلى بالعراق المالك حتى يرجع رئيس وزراء؟ الله لا يوفق رجع حبيب محمد. نعم. الله لا يوفق. زين، شن فسر هذا الامر؟ نعم، يعني اصرار هذا. نعم زين، ابو حسن، هاي الحكومه لا تطول لها شهرين، الله يعمر الجسر عليه، كل العراق متعلق، يعمر الجسر عليه، منصب عليه، مش عارف زين. ابو حسن، ابو حسن تسمعني؟ نعم. انت كمواطن عراقي شو تفسر انه اصرار هذا الشخص على التمسك بالسلطة، رغم انه طلع مرة من المرات وقال لك احنا فشلنا بالحكم، ورغم كل الازمات اللي صارت بالعراق بسبب سياسته، بسبب سياسات كارثية جلبت الكوارث على العراق، شو مفسر هذا الامر؟ أنا أشكرك أبو حسن، وصل الله أن يجنب العراق والعراقيين كل المآسي وأعمال العنف. معنا قاسم من السماوة، تفضل قاسم. قاسم. نعم. تفضل. تسمعني قاسم؟ قاسم. نعم نعم. تفضل. أستاذ عمر، اعطيني وقت وقت. وقد خطيني. تفضل. هو ان كل هذه الاساليب اللي استخدمت بالاخفاء القصي اللي شباب اهل الناصرية بدون ذنب، على الحال اللي وصل للطين قاس الناصرية وعلى بيد القوات القمعية المجرمة وبالتعاون مع الميليشيات الحد الشعبي. نعم. في ذلك الوقت الله وكيل. كل الناس فيها لا يخضعون لأوضاع طغاة المفسدين، إن كان الجيش الحكومي ولا حتى للميليشيات الحد الشعبي. زين قاسم، قاسم قاسم قاسم. نعم. احكي وياي بلهجتك، لا تتكلف بالفصحى. ماشي، احكي لي بلهجة أهل الجنوب الحلوة. شو تفسر أنه عراقي شاب ينخطف سنتين ولا الحكومة تقدر تصرح عنه؟ طيب ميت، وين مكانه، وين راح؟ شو تفسر هاي الحالة؟ ليش الحكومة ما تحكي تقول وين السجاد العراقي؟ تخاف لو شنو؟ يا جدي، من اللي قامت بها الحكومة هذه؟ يعني
نايم الجيش الحكومي يعني شخص ما مرتد به. ايه. ساعة في ثورة تشرين او في بصرية والمحافظات الجنوب. لا دولة قتله، دولة هم جاءوا لقتل الشعب، الله وكيلك، والا هم مستضعفين، هم جبنة. لا تشوفهم استخدام قواهم وقوتهم على يد الناشطين الصحفيين والمراسلين، ولكنهم جبنة هؤلاء. اي والله، وخاصة الميليشيات الارهابية، ميليشيات الفصائل الحق الشعبي. نعم، أنا أشكرك قاسم. قاسم كان معنا من السماوة. طبعا تستمر أزمة الوقود في بعض المحافظات العراقية ومنها محافظة البصرة، حيث تساءل مواطنون هناك عن دور الجهات الحكومية لمعالجة الأزمة. مقطع متداول على منصات التواصل الاجتماعي في العراق لمواطن عراقي وهو يصور طوابير السيارات بسبب أزمة الوقود هناك، فنتابع. متى والله بنزين خانات كلها هيك والشوارع مقطعة، إلى متى يعني؟ سبب تطلع لنا وزارة تقول أكو حيل أكو شيء، مو منطقي هذا الحكي. إنه بالصبح ماكو بس العصر البنزين. هاي محطة الجزائر، الدنيا مقلوبة عليها، محطة الجزائر، دينار كذلك، البشار، كله بعد سر. وين واصل؟ إلى متى؟ نذهب إلى تفاعل الجمهور العراقي مع استمرار أزمة الوقود. أسعد أبو محمد يقول عصابات أقوى من الدولة. علي طاهر يقول هذه الأزمة مفتعلة لرفع أسعاره بحجة التهريب كما فعلوا في 2006. علي العرابيد قال راحت البصرة، لا ماء لا كهرباء لا نظافة لا بنية تحتية لا متنزهات، كل شيء ما بيها لا بنزين. محمد قال الدولة ما تقدر على المهربين، بس تقدر تصدر قرار يمنع المحطات من إعطاء 20 لتر لتشغيل المولدات المنزلية. مهزلة 19 سنة بس بوق مصفى مثل العالم ما عندنا، يقول محمد. معنا اتصال أبو عمر من بغداد. تفضل أبو عمر، أهلا بك. حياك الله أستاذ عمر. أهلا وسهلا. حياك الله قناة الرافدين والمشاهدين. أهلا وسهلا أستاذ. بالنسبة للموضوع الأول، التعرض العقيد اللي فوق الطوارئ اللي اعتدوا عليها من قبل الحلبوسي، حماية شقيق الحلبوسي، حماية. نعم اي نعم استاذ، هذا الموضوع يعني احنا للاسف اكو بعض الضباط، ومحترمات للناس الطيبه الضباط والقاده الموجودين اللي هم ما منتنين يعني ضباط الدمج او الروح للاحزاب الفاسده. يعني هذا العقيد يعني الانسان الشريف النزيه راسا يقبلون يعني استقالته بدون محاسبه التحقيق بالموضوع، بدون مفاهمه الامر. يعني ليش انه تنازل عن رتبته؟ ليش انه عافي المنصب؟ كل هاي الامور يتحملها وزير الداخليه والضباط اللي عندنا موجودين عندنا بالعراق. لازم يحاسبون هذا الشخص، لانه هذا الشخص وزاره الداخليه ما ممكن انه تهان من هذا الشخص. يعني هذه صعبه اهانه الوزاره الداخليه، احد ضباطه يعني يعتدون عليه وما يقبل على كرامته وعزه نفس، صارت عده واستقال. يعني ارتفع في حجم هذا الشخص. فالضباط الداخلية احنا اكو ناس قتلة. يعني صار مثل رائد نجار، صار له اكثر من احنا وشباب دورة تشرين والناصرية ومحافظات الموصل اللي سرق واعتدى على شبابنا واعتدى على انسانا وقتل اولادنا في جزر المجازر اللي صارت. هذا ما تحاسب عليه اشو، لانه انسان قاتل ولان انسان سارق فما يحاسبونه. فللاسف هاي الحكومه وسلطه الاحزاب تدعم القتله وتدعم الفاسدين، اما الناس اللي ما عندهم اي صله وما عندهم اي تحزب، هذول الناس يعني يتمون استقالتهم فورا على الفور. والناس اللي قاعد يقتل هو وجميع الشمري وبعض الضباط القادم الموجودين عندنا بوزاره الداخليه، وزير الداخليه اللي موجود عندنا شخص ايراني، هو جابر ايران لمنظمه بدر.
فهو هذا الشخص انه يعز بكل انسان يخطر بالشعب، يسرق اموال الشعب، يعتدي على محافظاتنا، هذا انسان يعني له مكانه ويكرمونه وله امتيان. فللاسف هذا الشخص عند العقيد ما استجوب بالموضوع ولا انه شافوا سبب ليش استقال. فاحنا عندنا هاي الوزاره وزاره يعني غير عادله، وزاره غير ضابطه، وزاره من تنمية احزاب وعندها احزاب من قيادات وعندها من ضباط توالي هذه الفساد اللي موجود عندنا بالعراق. المواطن العراقي لا يحمي نفسه. طيب العقيد هذا شلون يقدر يحمي نفسه؟ انه المواطن عندنا ما يقدر يحمي نفسه من قبل هذه الاحزاب. فهي مساله جريمه يعني لرئاسه الوزراء وللكاظمي انه هيك اشخاص يتعدون على ضباط وعلى ناس منتسبين لهم. فهذا خزي وعار على الحكومه وعلى حكومه الكاظمي. وانا اشكرك. شكرا ابو عمر من بغداد. كان معنا اتصال ام مصطفى من بغداد. تفضل يا ام مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بيش. يا ريت تسمعيني من الموبايل مباشرة وتنصلنا التلفزيون للأخير. هو من الموبايل أنا من التلفزيون. أي بس نص التلفزيون. نص التلفزيون للأخير. نصينا. نعم نصي للأخير أختي. تفضلي. نصيت أي جاي اسمعني من الموبايل. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلون حيني؟ يا هلا بيش، اهلا وسهلا بيش. يا ريت من مكانكم هذا يوصل صوتي. تفضل. يا ريت تشوفون المعاناة اللي فيها احنا، هذا صوتي تعبان، تعبان من المفاجأة. تعبان مفاجأة، قاعدين احنا 300 كيلو ناقص التجاوز. نعم. بيا منطقة بالضبط؟ يطلع علينا فائق زيدان مفاجأة يسوينا. يطلع ياخذها من عندنا 25 بيت والباقي ما يشيلون. بس 25 بيت. ليش؟ اريد اسويها مال محكمه ما نعرف. هذا شو وقت صار الامر؟ هذا صار، هذا صوتي التابع صار 15 يوم. كتاب رسمي جاب لنا ندري منين. اي منو اللي جاب لكم اياه؟ منو اللي جابه؟ ها؟ منو اللي جاب لكم اياه؟ نقل العظميه بس هم مدورين سوينا على هاي شو اسمه؟ مال امانه. نعم. احنا على العظميه وكلها تعرف هذا الامر ما يشيلون 300 بيت، يشيل بس 30 بيت ويشيلون منها ويدفعون 500 مال الشغل اللي تلشكم. وانا ضحيه بالمعراء ابني. نعم. ومخابرتكم قلت لكم ابني بوقت تنعمت عيونه بالمظاهرات حتى الان ما حد وقف لي. نعم. ولا جاني. نعم. جت وسمعت الكلمه طولتني بعد ما جتني. زين انتم من جاكم هذا القرار بالاخلاء صح؟ اي من راجعتوا ما وكلتوا محامي حتى يمشي بالقضيه؟ وكلنا محامي راح هواي فلوس من المنطقه. ها زين كل واحد 500. نعم. ضل في الروح بدانهم الباقين. نعم. فعلا منين نجيبها؟ لو مثلا ربع هم نقدر نسويها. يعني ال 300 بيت مبنيه بهاي التجاوز بس اجى القرار على 25 بيت. 30 بيت ياخذون. 30 بيت، زين كلكم باني بنفس الوقت لو انتم بتالي وقت بنيتوا؟ كنا باني بنفس الوقت. بس يردون يسوون بناء على جوازات، كل الجوازات ياخذوها، لو مال لو محكمه ما اعرف شنو. زين وين بيا منطقه هذه؟ بيا منطقه؟ احنا بالتجاوز مال القاهره مال طيخ. مقاعدين البنزي خالد. ها ها نعم. بالضبط يعني. إن شاء الله. وين أنا في الجنة؟ نعم. وين أروح؟ نعم. أنا هذا ابني في المظاهرات 25 أكتوبر. لحد الآن هذا الكاظمي الله لا يرضى عليه ما خلى واحد ما قابله. والشيخ العشاير جاي توديه الخابل إلا أني لحد سوالي واصلت واصلتي أول وابني هسه بدي الضرير. المظاهرات الله اكبر. وين اروح؟ ما في بس حداد. وين اوديهم بشارع؟ ما في بس جمله شارع. يا راشد يا شريف يا شريف انا وين اروح؟ كلوني لا عندي راشد لا عندي تقاعد. وين اروح؟ نعم الله علينا. وين اروح؟ هاي من كل شيء يسمع صوتي. وين الخدمه؟
أنا من هذا مكانكم، من هذا مكانكم أخي الأمير محمد بن سلمان يعلم من العراق ويسوي شهرة هاي فوتي عليك الله يعينك ام مصطفى، وان شاء الله صوتك ان شاء الله صوتك يوصل. ام مصطفى من بغداد كانت معنا. مستمرون معكم اعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقه، ناخذ هذا الفاصل ونعود اليكم. أهلا بكم من جديد. طبعا تعليقا على الملف الأول، ملف اعتداء حماية شقيق رئيس البرلمان محمد الحربوسي على العقيد عادل عبد اللطيف آمر الفوج، الفوج الطوارئ الأنبار السادس، يقول تحية أستاذ عمر، يقول فلنفرض بأن أحد حماية شقيق الحربوسي قام بالاعتداء على أحد أصغر الميليشيات الولائية المتواجدة في الأنبار. يقول والله أستاذ لتقوم الميليشيات بحرق بيوت الحمايات وبيوت الحلبوسي وأخوه، مع التحية يقول أبو يوسف من الدنمارك. يحتفل العالم في 23 من حزيران كل عام باليوم الدولي للأرامل، وهو من الأيام التي تخصصها الأمم المتحدة للاهتمام بالفئات الضعيفة والمهمشة. في يومهن الدولي أرامل العراق شريحة مجتمعية تعاني التهميش والحرمان. قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين سلط الضوء على هذا اليوم ومعاناة أرامل العراق من أزمات متعددة، فلنتابع. الشهداء لو عندكم كرامة وغيرة ما ينسوان مصطفى فلان وفلان، نصدق عليها مع كل الأسف. نسوان العراق ايش يصير بيه؟
معنا اتصال محمد من امريكا. تفضل محمد، اهلا وسهلا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. البطلة. اهلا وسهلا اخي عمر. هذا نسيب هذا قرايب الحلبوسه بدين الحور، لو في خير روح يقتل طلع الميليشيات للرمادي، جاكت لهم اعراضهم يهجمون على اعراضهم، خليهم يطلعوهم، خلي في خير الحلبوسي رجع المهاجرين مال الامهار، مو يهجمون على الفقعه. هم كلهم عصابه كفيلك الله، كلهم عصابات، هذا الحلبوسي وغير الحلبوسي وكفيلك محمد كلهم ملاهم لايران. ليش يقول لي سني هذا كفيلك الله؟ لا ما ايران ما يخلونا دقيقه، والله العظيم ايران كفيلك الله عزايمهم معرض ببيوتهم، هذا ابو حارس الثوري الايراني وغيره وغيره كلهم قاعدين ببيوتهم كفيلك الله ياكلون ويشربون. يا قرك الحكي، لا تقول لي حلبوسي من الانبار، يا تصدق كلهم ولاهم لايران، كفيلك الله ولاهم لايران. والخزي والعار على ابو عمامه، الخزي والعار على ابو قاف، ذولا عم اللي مروا البلد من 2003 لحد الان، استووا بالعراق، نازل عليهم مرده، نازل عليهم شجره. كفيلك الله بس على الفقير، تكلون الفقير بس. الله اكبر، الله ينتقم عليهم، الله يهجم على الحلبوسي وغير الحلبوسي، على المالكي وعلى مقتدى، على هادي العامري، الله يهجم عليهم وعلى اعراضهم. حي قناه الرافدين البطله، اشكرك استاذ عمر. شكرا محمد من امريكا كان معنا. دعونا نذهب الى فقره الهاشتاج اعزائي المشاهدين لهذا اليوم. تفاعل عراقيون على تويتر على وسم الدخول التكميلي، مطلبنا للمطالبة بشمول طلبة الثالث متوسط والسادس الإعدادي بالدخول الشامل التكميلي. ومن هذه التغريدات تحت هذا الوسم نقرأ حوراء غررت وقالت مناشدة إلى قناة الرافدين، نحن أبناء بلدكم نناشدكم باسم الإنسانية أن تنشروا المناشدة عبر قناتكم في نشرة الأخبار الخاصة بتويتر. نحن طلاب الثالث والسادس إعدادي نطالب وزارة التربية بإعطاء آخر فرصة لطلبتنا لدفعة 2022، لن نستسلم أبدا حتى آخر لحظة. تغريدة أخرى من زهراء تقول إحنا طلاب الخارجي السنة كلش واجهنا ظلم، لا يفرقون الخارجي عن الصباحي، نريد نرجع حقنا، إذا أمطوا للصباح دخول شامل إحنا كذلك. رسل مستقبلنا مرهون بالموافقة على الدخول، نناشد سيادتكم بإعطائهم فرصة لتحقيق أحلامهم المتوقفة على هذا القرار، نرجو من حضرتكم الموافقة على هذا القرار. تغريدة من سجاد يقول فيها طلاب الثالث متوسط والسادس الإعدادي ينتفضون لتجاهل وزارة التربية لمطالبهم ولعدم إعطائهم فرصتهم لإثبات نفسهم في الدور الثاني التكميلي، الدخول التكميلي مطلبنا. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.